معالي رئيس المنتدى، سعادة الأمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات، أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود، مدراء القطاعات في الاتحاد الدولي للاتصالات المنفردين، أعضاء الوفود والحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أشارك اليوم في المنتدى العالمي السادس لسياسات الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يناقش أحدث التوجهات الرقمية وبالأخص توظيف التقنيات الحديثة والناشئة لدفع عجلة التحول إلى الاقتصاد الرقمي، الأمر الذي يتصدر في الوقت الراهن مقدمة أولويات الكثير من الحكومات حول العالم. إن اجتماع صناع القرار في هذا المنتدى لهو خير شاهد على اتفاق الجميع على أهمية دعم الاقتصاد الرقمي وتطوير عملية التحول الرقمي في جميع القطاعات الاقتصادية، وذلك تحقيقا لدور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المحوري في عملية النمو الاقتصادي. إن تهيئة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لمواكبة العالم المعلوماتي يتطلب في المقام الأول توفير بنية تحتية قوية ومرنة للاتصالات وتطوير الأطر التنظيمية التي من شأنها أن تتيح تبني التقنيات الحديثة والناشئة مع ضمان حماية المستخدمين من التهديدات السبرانية وتعزيز آليات حماية البيانات وثقة المستهلكين بكيفية تخزينها واستخدامها، وحيث أن أصبحت القدرة على استحداث الابتكارات واستخدامها وتصديرها تلعب دورا أساسيا في إحداث التنويع الاقتصادي المرجو، فإنه من الضروري العمل على تشجيع الاستثمار وتطوير البحث والابتكار في التقنيات الحديثة والناشئة كتقنية الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وضمان توفر الموارد البشرية المؤهلة والماهرة. نعتز نحن في مملكة البحرين أن نكون من أولى الدول على مستوى العالم لتحقيق تغطية وطنية شاملة لشبكات الجيل الخامس، إذ حققت شركتان من أصل 3 شركات تقدم خدمات الاتصالات المتنقلة تغطية شاملة لسكان المملكة في مطلع عام 2021، كما بلغت نسبة تغطية الشبكة الوطنية لنطاق العريض القائمة على تقنية الألياف البصرية فائقة السرعة في عام 2020 80% من المساكن و100% من الشركات التجارية، ونطمح لتغطية أكثر من 95% من المساكن بحلول عام 2023. ونؤمن أن وجود هذه البنية التحتية القوية للاتصالات الثابتة واللاسلكية ومتاحة للجميع في مملكة البحرين يوفر البيئة الملائمة للشركات الاتصالات وتقنية المعلومات المحلية والدولية لاختبار وإطلاق خدماتهم المبتكرة وتصديرها إلى العالم، مما لا شك فيه أننا نمضي قدما لجعل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قطاعا قادرا على الاستجابة الفاعلة والتكيف مع وتيرة التطورات التقنية والمتسارعة، إلا أننا ندرك تفاوت مستويات النضج الرقمي وأن التحول إلى اقتصاد رقمي عالمي يستلزم تضافر الجهود لتقليص هذه الفجوات الرقمية قدر الإمكان. ومن منطلق روح التعاون والمسؤولية وإيمانا منا بالدور الفاعل للاتحاد الدولي للاتصالات، وأكد من هذا المنبر استعداد مملكة البحرين لتبادل الخبرات والتعاون مع الجميع لتخطي العقبات التي تواجهنا في مسيرة التحول إلى الاقتصاد الرقمي العالمي. في الختام أشكر لكم حسن استماعكم وأتمنى نجاح أعمال هذا المنتدى بالشكل الذي يعكس أهداف وتطلعات الدول الأعضاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.